قبل يومين من مناظرة جديدة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، هزت فضيحة الحملة الانتخابية الأمريكية مع تسريب تسجيل فيديو قديم للمرشح الجمهوري يدلي فيه بكلام بذيء ومهين عن النساء، أرغمه على تقديم اعتذارات ودفع عددا من كبار مسؤولي الحزب إلى التنديد به فورا. دكتور مدحت، كما يقال السياسة وخاصة لعبة الانتخابات كل شيء مسموح فيه. هل تعتقد أن الفضائح والتجاوزات في المشهد الأمريكي أصبحت كارت رابح لكل من المرشحين؟ هو الحقيقة ما فيش مفاجأة، يعني هو يعني أنصار ترامب اختاروه على هذا الأساس، يعرفون أنه رجل يعني يزل لسانه كثيرا، يزل كثيرا لسانه، يعرفون أنه يعني يتحدث بعفوية شديدة وأنه لديه بذاءات كثيرة فيما سبق، والرجل اعترف بهذا. يعني أنا الحقيقة على الرغم من أن أنا في هذا المكان تحديدا أكثر من مرة يعني استنكر وجود ترامب في السباق الرئاسي اصلا الامريكي ومستغرب ازاي مكمل وكمل لحد المرحله دي، لكن في النهايه ده اختيار الشعب الامريكي، وفي النهايه ايضا انا ارى ان رده المره دي كان متسق جدا مع ذاته. يعني هو راجل بيقول انا اعتذر وانا غلطت كتير جدا وبغلط كتير جدا وانتوا عارفين وهتختاروني على هذا الاساس لو اخترتوني، فمشجعوا ترامب لن يتاثروا من وجهه نظري بهذه التسريبات. الفكره كلها ان هذه هذا التسريب فيما مضى كان يقضي على مستقبل اي سياسي في العالم. يعني تسريب، يعني لو حضرتك حتى قريت التفريغ بتاعه، يعني لا انصحك انك تستمع اليه، يعني لكن اقريه هتلاقي فيه كميه يعني نقط كثيره جدا، الفاظ نابيه لا تصدر عن مرشح رئاسي ناهيك عن رئيس جمهوريه، يعني مرتقب يمثل اكبر حزب في امريكا، يعني واحد من اكبر حزبين في امريكا. فده كلام الحقيقه اعتقد انه يخاطب الان هذا كل هذا يخاطب الناخب الامريكي، وان هناك كثر من قلب الحزب الجمهوري، ويعني جورج بوش الاب مثلا يعني اعلن وافصح صراحه انه سيصوت لهيلاري كلينتون. يبقى اذا اعتقد انها مساله محسومه، لكن وجود ترامب في المشهد الان واستكمال هذا الشكل الديمقراطي هو أمر ضروري وأمر واجب، وعلينا أن نحترمه إلى أن يختار الشعب الأمريكي من يمثله.